الرسم لغة بلا كلمات، الرسم بكاء بلا عبارات، ريشة تخط الهمسات وأخرى تصيغ المسارات، الرسم لغة الكائنات حين تغيب الكلمات. صباح الخير والجمال عليكم والبهجة. احنا معاكم النهاردة في الفقرة الثانية من برنامجكم ميديا زوم. كل مرة بنجيلكم بموضوع وبنتناقش في تفاصيله، لكن المرة دي فقرتنا مميزة جدا لان معانا ضيف في الفقرة ومميز اكتر. بس قبل ما ارحب بضيف حلقتي وادخل في تفاصيل الموضوع النهاردة، هرحب بزميلتي سناجي في الاستوديو. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح الفل عليكي يا مينا، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. وزي ما مينا قالت ان الفنان لوحة، الفنان بيبدأ يبدع في اللوحة ويطلع كل اللي جواه في اللوحة اللي هو بيرسمها، وبيجسد حالته سواء من حزن أو من فرح. الفنان لما بيجي يرسم بيتحرر وبيبين للجمهور بتاعه إن هو في حالة تامة من التحرر. ضيفنا النهاردة متحرر، ضيف متميز جدا وقدر يثبت نفسه في فترة وجيزة وفترة قصيرة جدا. ضيفنا النهاردة محمد أبو زيد. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الفل يا أستاذ. في البداية احنا بنحييك. أهلا بحضرتك. أنا بحيي كل اللي بيشوفونا النهاردة وبحيي كل القائمين على البرنامج. احنا بنحييك على موهبتك الجميلة دي يا محمد، بس في البداية عرف الجمهور كده بسنك ومحافظتك واسمك. أنا اسمي محمد أبو زيد الرسام، من محافظة البحيرة ومركز أبو المطامير. السن 33 سنة. تمام. محمد، مجال شغلك كان دراسة ولا موهبة وانت اشتغلت على نفسك وحاولت تطور من نفسك؟ لا، هي موهبة وانا اشتغلت عليها وطورت فيها. يعني ما كانتش دراسة أكاديمية؟ لا، مش دراسة أي حاجة ليها علاقة بالموضوع؟ لا، مش دراسة أكاديمية. لا. طيب محمد، بيقولوا ان الفنان بيكتب مذكراته بس بطريقه مختلفه عنا، يعني احنا بنكتب مذكراتنا بالقلم والورقه. بيقولوا ان الفنان بيجسد حالته في لوحه مرسومه. هل انت فعلا في فتره من الفترات كنت بتكتب مذكراتك عن طريق لوحات مرسومه؟ كل لوحه انا رسمتها هي مذكرات بالنسبه لي، والذكرى احتفظ بها بعد عمر طويل. يعني من كده تقول ان لوحاتك الفنيه في كل واحده فيها قصه انت عشتها أكيد او حاله انت عشتها ومريت بيها؟ اكيد طبعا، كل لوحه رسمتها مريت بكل حاجه فيها. طب محمد، بتفضل ان انت ترسم الاشخاص اكتر اللي هي البورتريه، ولا بتحب ترسم الطبيعه والكلام ده اكتر؟ لا، انا بفضل الطبيعه اكتر من الاشخاص. طب ايه سبب حبك للطبيعه؟ بحس نفسي فيها، بلاقي نفسي جواها. طيب محمد، انت ما حاولتش في يوم من الايام يعني تشتغل على مجال تاني غير اللي انت شغال فيه؟ انت بتقول ان انت بتحب الطبيعه جدا، ما حاولتش انت بقى تتعلم رسم الاشخاص او تبدع فيها؟ رسمت اشخاص وحاولت، بس انا مش راغبها، مش حبيبها، مش حاسس نفسي جواها. طب ايه سبب حبك للطبيعه؟ بلاقي نفسي جوا الطبيعه. هل مثلا من حد معين انت بتحبه او متعلق بيه، رسام كبير، فنان كبير؟ اكيد طبعا، الفنان الامريكي بوب بروس. تمنيت في مره ان انت ترسم لوحه من لوحاته من كتر جمالها؟ اتمنيت كتير ارسم لوحاته كلها. ازاي يعني؟ طب تعرف اسامي اللوحات بتاعته او شكل اللوحه ايه؟ هي كلها عباره عن طبيعه. طبيعي. عشان انت متعلق بالطبيعه. طيب يا محمد، انت شايف هل الموهبه اهم ولا الفلوس عشان توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها؟ يعني انت عشان تنجح لازم الموهبه ولا الفلوس؟ لا، الموهبه طبعا. بس بنسمع ان الفلوس هي سبب في كل حاجه، يعني انت عايز تحقق اي حاجه لازم يبقى معاك فلوس. لا. هل ده حقيقي ولا الموهبه اهم؟ لا، مش حقيقي طبعا، هي الموهبه اهم. طيب محمد، سمينا الخامات والادوات اللي انت بتشتغل بيها. كل لوحه ولها خامه معينه. طيب اسماء الفرش، الالوان؟ انواع الفرش كتير موجوده في السوق. كل رسام وكل فنان وليه انواع معينه شغال بيها. طب هو المفروض ان الفنان ينوع في الفرش اللي هو بيستخدمها، ولا يكون محدود في الخامات وفي الفرش اللي هو بيستخدمها؟ لا، هو ينوع، وانا بالنسبه لي كرسام بفضل شغل الاي برش افضل من الفرش. طيب. ده عشان يبرز تفاصيل يعني؟ لان التفاصيل مهمه جدا في ابراز اللوحه. يعني بتشوفي لوحه تفرق عن لوحه في ايه؟ ان اللوحه دي الوانها منمقه مع بعضها، تفاصيلها باينه اكتر. هو بيختار الماتيريال اللي تليق مع اللوحه او تنجح اللوحه المعينه. طيب محمد، انت شاركت في معارض قبل كده او مهرجانات كبيره تبع الفن؟ لا، ما شاركتش في اي حاجه من دي. يعني ما بتفكرش تشترك فيما بعد في اي معارض؟ ان شاء الله قريب اشترك في معارض واشترك في مهرجانات بامر الله. طب ليك طقوس معينه وانت بترسم؟ يعني انا بشوف رسامين مثلا بيرسموا في اوضه فاضيه او شغلوا اغاني او اغاني. أيوة. او موسيقى هاديه. أو. دور هادي، ضوء هادي، الحاجات دي، ولا انت بترسم مثلا وسط الناس يعني هي الناس؟ لا، انا بفضل، او انا ما بحبش اسمع موسيقى وانا شغال، بفضل يكون في تفكيرك؟ بشتت تفكيري، بحب اكون في ناس حواليا.
بحبش اشتغل لوحدي. طيب انت يا محمد شايف نفسك كده بعد 5 سنين فين؟ ان شاء الله اسلم القمه. ان شاء الله اسلم القمه. هل انت محمد نفسك في يوم من الايام يبقى اسم محمد ابو زيد لامع في مجال الفن، يعني معروف ومشهور وليه مكانته؟ هدفي الاساسي بامر الله. طيب بتتقابل الانتقادات اللي بيجيلك؟ طبعا انت الحاجه اللي بترسمها بتوريها للناس او بتنشرها على السوشيال ميديا، انا شفت طبعا فيديوهات ليك على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي، فانت بتتقبل الانتقادات والملاحظات والاراء اللي الناس بتديها لك ولا بتكون زعلان؟ يعني في واحد يجي يقول لك انا ما فهمتش حاجه من اللي انت رسمه ده، هو ايه اللي انت رسمه ده؟ لا انا ببقى مبسوط لان بتعلم من الانتقادات دي، بتعلم منها حاجات كتير. يعني مش بتاثر على نفسيتك؟ لا ما بتاثرش خالص. طيب كويس. بالعكس بتديني دفع للقدام. كويس والله. يعني بنشوف ان ناس كتير جدا الانتقادات بتاثر عليها وبترجعها لورا خطوات كتير ومش بتتقدم منها. لا بالعكس خالص معايا، انا الانتقادات دي بتديني دفع للقدام. طيب انت بتشوف الناس، في ناس طبعا بتقول عن نفسها رسامين وبتقعد تقلد، ويعني لازم يكون قدامها لوحه عشان تقلدها، وتقول لك على نفسها في الاخر ان هي رسامين بمجرد ان هي طلعت اللوحه زي اللوحه اللي موجوده قدامها. فانت بتشوف الناس اللي بتقلد او بتشف اللوحه او العمل اللي قدامها ده يطلق عليهم فنانين ولا المفروض دول مش فنانين؟ هي بدايه الرسام عامه هو مجلد، بتبدا مع اي رسام هي بتبقى الموهبه بتبقى موجوده جواه، بس هو لازم يقلد، بياخد من كل لوحه حاجه تطلع في النهايه يعني حاجه. طيب محمد انت شيء، يعني امتى اكتشفت موضوع ان انت بترسم؟ يعني مين قال لك ان انت بترسم حلو؟ او عرفت ازاي ان انت رسام؟ انت بتقول ان هي موهبه. طبعا انا وانا صغير كنت شغط كتير على الحيط. طبعا بتشخبط على الحيط بقى وماما بتزعق كتير. كتير خالص. اول ما دخلت معهد خطوط عربيه بدات اكتف في حضانات وكده. يعني انت درست نوع من انواع الفنون؟ هو الخط العربي مش هو نوع من انواع الفنون، بس مش رسم. مش رسم موهبه. ايوه. من بدايه كتابتي في الحضانات في المساجد في كده، فبدات من هنا بقى انطلب مني ارسم شخصيه كرتونيه، جت وصلت معايا من هنا. اصحابي شجعوني كتير طبعا. يعني اصحابك هم نقطه البدايه بتاعتك؟ اصحابي طبعا شجعوني كتير. طب وباباك ومامتك واهلك؟ طبعا كانوا بيدوني دفعه كبيره خالص. بس بيبقى ركز في الدراسه اكتر؟ لا طبعا هم كانوا سايبيني براحتي خالص. يعني استغلالك للموهبه كان افضل من ان انت تكمل دراسه، شفت ان ان انت تشتغل على الموهبه وتنميها افضل. الموهبه كانت بالنسبه لي افضل من الدراسه. طيب في صعوبات بتواجهك او أيوة مشاكل؟ صعوبات. لا مش موجوده، يعني هتبقى احسن، يعني مثلا من ناحيه الفلوس، من ناحيه اشخاص، يعني حد مثلا بيأثر عليك بالسلب؟ لا ما فيش اي ضغوطات من دي، بامر الله هو اللي كل حاجه بالنسبه لي عشان اوصل. خامات، انا بنوع في خامات، تكون في خامات موجوده جديده. ما هي اكيد بتكلفك كتير. بالنسبه للفلوس مش قصه، لان هتطلع لوحه اجمل. طب يعني ليك شغل اساسي بتجيب منه؟ يعني في مصدر اساسي؟ لا ما فيش اي مصدر اساسي. طيب محمد احنا دلوقتي خلاص تقريبا وصلنا لنهايه الفقره، فحابب توصل او نصيحة. تقول نصيحه للشباب، او حابب تشكر حد معين قبل ما نختم فقرتنا النهارده؟ انا بنصح اي حد بادئ في مجال الرسم ان هو يستمر، يشتغل كتير على نفسه، يسمع فيديوهات كتير من على اليوتيوب، يسمع لفنانين رسامين، ويشتغل على نفسه كتير. رسالة شكر، أنا بشكر والدي وبشكر والدتي اللي هم بيتفرجوا عليا حاليا دلوقتي، هم سبب وصول المكان ده، وبشكر كل أصحابي اللي شغال في مجال الدهانات، لأن هم دولت اللي وصلوني. اللي شغالين في مجال الدهانات دولت هم اللي وصلوني المرحلة اللي أنا فيها، وهم اللي هيوصلونا أكتر من كده. انا بشكرك وبشكر حضرتك محمد باذن الله، وبشكر كل القناة على البرنامج. الله يكرمك. احنا دلوقتي خلاص وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، واستنونا فقره جديده بعد الفاصل. نلقاكم.